تحية نضالية عالية لكافة مناضلات ومناضلي الاتحاد العام للشغالين بأسفي. تحية نضالية عالية لكافة القطاعات التي استجابت لنداء فاتح ماي، والتي هبت منذ الصباح الباكر للاحتفال وتخليد هذا اليوم يوم العمالي بامتياز. باسمكم جميعا، باسم جميع مناضلاتنا ومناضلينا في الاتحاد العام للشغالين بأسفي، نرحب بالإخوة في حزب الاستقلال، نرحب بالأخ المفتش الإقليمي للحزب، نرحب بالإخوة أعضاء المجلس الوطني، نرحب بالأخوات، نرحب بالأخوات في المرأة الاستقلالية. تحية أيضا نضالية للأخوات والإخوة في الجامعة الحرة للتعليم، أخواتي وإخواني في النضال وفي الصمود وفي طريق الإباء. تحية أيضا عالية للأخوات في شركة كازا تكنيك للنظافة، تحية الصمود وتحية النضال وتحية المجد للإخوة والأخوات. تحية عالية لإخواننا في نقابة الصيد البحري بمختلف فئاتهم، تحية نضالية عالية. إخواني في النقابة الوطنية للفوسفات، إخواني في النقابة الوطنية للفوسفات، الإخوة في نقابة لاسكام، الإخوة في نقابة لاسكام، مزيد من صمود، مزيد من صمود ومزيد من ثبات إلى تحقيق المطالب بإذن الله. إخواننا في شركة فيكتاليا للنقل، أخوات في شركة ساركس، إخوة في مكتب أو جامع الوطني للسكك الحديدية، الإخوة أيضا في الوكالة الحضارية، مكتب النقابي للوكالة الحضارية، أيضا إخوة في الجامعة الوطنية للصحة. يخلد اليوم الاتحاد العام للشغالين بأسفي ذكرى العيد الأممي فاتح ماي 2019، إسوى بباقي مختلف الاتحادات المحلية عبر ربوع المملكة تحت شعار واحد. هاد الاحتفال بهذا العيد اليوم يأتي في ظل الاحتقان اللامسبوق والغير المسبوق والغير المسؤول الذي تعرفه الساحة الوطنية في مختلف المجالات وفي مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعات الحساسة كقطاع التعليم، الصحة، التشغيل، القطاع الخاص، القطاع الشبه الخاص الذي يعرف مشاكل عدة. وبالتالي احتفالنا اليوم والشعار ديالنا اليوم ولا المطالب ديالنا اللي كندافعوا من اجلها، اولا هو استرجاع على الاقل الحفاظ على المكتسبات، ثم استرجاع الحقوق العادله والمشروعه. والسلام عليكم. نحن اليوم في اطار تخليد العيد الاممي فاتح ماي في منظمتنا العتيده الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، نخلد هذا اليوم ونخرج احتجاجا على تراجع المكتسبات تحت شعار مستمرون في النضال لاسترجاع الحقوق والمكتسبات. اليوم نترجم استنكارنا وتنديدنا لما ألس إليه أوضاع الشغيلة بصفة عامة في المغرب، نترجمها عبر الشعارات وعبر لافتات مكتوبة نستنكر فيها الوضع الذي آل إليه الشأن العمالي في المغرب عموما وفي أسفي خصوصا، عبر شعاراتنا وعبر كلماتنا نترجم استنكارنا لما ألس إليه الأوضاع، ونقول لشغيلة نحن باقون على العهد، سنناضل معكم إلى آخر رمق لاسترجاع الحقوق
ولتحقيق مزيد من المكتسبات في ظل الاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه المغرب عموما في مجموعة من الفئات والطبقة المتوسطة والفقيرة التي ننتمي إليها والتي سلبت منها حقوقها. فنحن على العهد ماضون وعلى ومناضلون في إطار منظمتنا العتيدة التي تنصف وتناضل مع جميع الفئات لاسترجاع الحقوق. وشكراً.